بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم مع جولة جديدة في الصيدلية، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حلقة اليوم معنا بوبونة ملح صابة بالحليب، ويعمل على التخلص وإزالة خلايا الجلد الميتة والتخلص من مشكلة الشعر تحت الجلد، ويزيد فيتامين ه من مرونة البشرة ونعومتها، فتستعيد البشرة تدريجيا النضارة والنعومة. طريقة الاستخدام: ضعي ملح بوبونة على يدك، 2 افرقيه على بشرة جسمك المبللة بحركات دائرية لمدة 3 دقائق للتخلص من الجلد الميت، 3 اشطفيه بالماء الدافئ. العبوة 300 جرام، سعر العبوة 25 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.